سلام أصدقائي، معكم جوجو. اليوم غناخدكم معايا في جولة في محلات ريفا الملابس والأكسسوارات. كيف ما كتشوفوا التشكيلات متنوعة ومختلفة، كترضي كل الأذواق. كيف ما كتشوفوا عندهم موديلات بالنسبة للبنات الكبري واللبس واسع ولا المحجبات، صراحة تيلاق لكل شيء. شوفوا معايا هاد الساك، صراحة غزال غزال غزال، عجبني وجلس كنفكر معاش غادي نلبسوه. المهم البنات، من هنا غادي يبدا ليكم لي كولور اللي غيكونوا طوندونس هاد العام. صراحة الوان الوان. شوفوا هاد التنسيقات ديال الكساوي، صراحة زوينين بالنسبة للبنات اللي تيبغيو الكساوي طوال. كيف ما قلت لكم هاد العام كله ديال الالوان، يعني اللي عنده شي صندالة خازناها ولا شي كسوة خازناها وخايفه من اللون، هذا هو الوقت اللي تلبسيها فيه. هذه تشكيله ثانيه جديده ديال السيكان. انا سبحان الله تعجبوني السيكان يكونوا صغار، كنحس انهم عمليين، واخا ما تهزوش ما تقدريش تهزي فيهم بزاف الحوايج، ولكن على الاقل كيكونوا كيوت هكا في لسه. انا غنوريكم هاد الساك، قولوا لي كيفاش جاكم، خليوا لي تعليقاتكم، خليوا لي لايكات ديالكم، قولوا لي شنو عجبكم اشنو ما عجبكمش، اشنو باغيني نصور لكم المره الجايه. البنات في هذه اللحظه قلبي كيتعذب حرفيا، ما نقدرش نتحمل هذه الكياته كلها. شوفوا شوفوا بالله عليكم خزين. المهم انا غادي نستنى حتى ينزل في التخفيضات وغادي نرجع ناخذه. هذا اللون صراحه ما قدرتش نتعداه، غزال غزال حرفيا غزال. واخا كنقيس راه كبر مني، كني قلت ضروري المهم نجربه وصافي مبقاش فيا الحال. البنات شوفوا لي الالوان غزالين، انا ما كرهتش يكون عندي شي مريو ندير فيه كاع الالوان، ناخذهم من الاول حتى الاخر. انا عارفه كاين المسطيط بحالي بزاف.
المهم رجعت بيدي خاويين، خديت هاد الشوميز وخديت معها بونطالون نوار. ما جربتهمش، قلت للدار ان شاء الله نجربهم. ايوا انا غادي نوريكم معايا بشحال طلعوا ليا. ما نساوش راه دايرين تخفيضات على دي زارتيكل. ها هي الفاتوره، طلعت تقريبا 7500 بيسة، يعني تقريبا شي 170 درهم. ما نساوش انني خديتهم في التخفيضات. يلا البنات نشوفكم على خير ان شاء الله في شي فيديو جديد. ما تنسونيش من التعليقات الزوينه ومن اللايك. باي باي.